مشاهدون قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة الحي الحسني. ففي هذه الأثناء العناصر الأمنية تمكنوا من إيقاف واحد الشخص اللي في حالة غير طبيعية. بدينا من دابا يعني الحالة دي السكر بدأوا من يوم السبت نهار قبل من ليلة رأس السنة. مشكورين العناصر ديال الحي الحسني اللي داروا تدخل ديالهم الجدي، يعني جاءوا على وجه السرعة وتدخلوا لعين المكان وتمكنوا من إيقاف هذا الشخص اللي كان في حالة سكر طافحة، وتمكنوا من الإيقاف دياله. شو اللحظة ديال الإيقاف من طرف العناصر ديال الدائرة؟ مشكورين رجال الدراجين بمنطقة الحي الحسني على المجهودات اللي قاموا بها من أجل إيقاف هذا الشاب. هذا شاب في حالة سكر تم الإيقاف دياله من طرف فرقة الدراجين بمنطقة الحي الحسني، يعني اللي جاوا على وجه السرعة من أجل إيقاف هذا الشخص. برافو لهم، وتم الاقتياد دياله للدائرة ديال المداومة اللي خدامة حاليا هنا في الحي الحسني. يشكرون رجال الدراجين، رجال الحموشي، على المجهودات اللي كيقوموا بها من أجل إيقاف كل من هو خارج على القانون. فالدراجين مشكورين، يشكرون على المجهودات اللي كيقوموا بها، فتمكنوا من إيقاف هذا الشخص. برافو لهم، برافو لهم هادو الدراجين ديال الحي الحسني. تمكنوا من الإيقاف دياله هنا الإخوان، هنا السيد في حالة سكر، شاب تقريبا في العشرينات من العمر ديالو. هانتوما شوف، لقاوه سكران فو، لقاوه سكران الإخوان ديال بصح مفوت. هانتوما ما قادش على الشراب، هو كيرد كيتقي هنا، ما قادش على الشراب، ما قادش على الشراب وتلاح لي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ف غيدوز راس العام الإخوان في الجيور، والجيور مقلاصي في هاد الوقيتة هادي. الله يدير شي تاويل ديال الخير، ردوا بالكم الإخوان، الله يرحم لكم الوالدين. فاللي كيقلب على المشاكل وكيقلب على الصداع غير بلاش، اللهم بلاش، الله يدير شي تاويل الخير. ناهو الشراب ما قادش عليه، الشراب والتقيه هنا ما قادش على الشراب، ما تشربش، جبتيها في راسك. غتمشي دابا للكوميساريه، الكوميساريه غيديوك للجيور، غتبقى 48 ساعة وغتخرج من المحكمة. قلبتي على المشاكل لراسك، درتي مشكل كبير لراسك، حتى واحد ما دارها لك. فهذا بدا المشاكل قبل من ليلة رأس السنة بنهار، حتى الغدا عباش رأس العام وهو بدا من دابا. السيد في حالة غير طبيعية، شارب مفوت في الشراب، شدوه البوليس، عيطوا للدائرة ديال المداومة، داوه غادي يبات في الجيور 48 ساعة في هاد البرد، في هاد الليالي، في هاد لاكلاص، وما غيخرج حتى 2024. شحال صعيبة الإخوان، تشد في 2023 وما تخرج حتى 2024، ما ساهلاش. بغيتي تسكر، سير اخويا صد عليك في شي دار وسكر شي سكره بعقلها. واخا الشراب حرام الا كاع فيك هاد الفيس انت وفيك هاد البليق، اما باش تبهدل راسك وتخرج وتشرب ويضربك هاد الحيط ويطيحك هاد الحيط ويشدوك البوليس ويديوك للجيور، صعيب الحال، صعيب الحال ديال بصح، صعيب الحال ديال بصح. فالمشاكل راه ما كيديروهم لكم حتى شي واحد، كديروهم لراسكم. الله يدير شي تاويل ديال الخير،
وحتى لهنا غنوصل على نهايه هذا البث المباشر. واليوم راه غتشوفوا البوليس اكثر من والديكم، اكثر من داركم، اكثر من مراتك، اكثر من ولادك. غتشوف اليوم البوليس بزاف، تبقاو على